السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم درس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. نتكلم في هذا الفيديو عن الفرق بالاستخدام بين Present Perfect المضارع التام و Present Past Simple المضارع البسيط والماضي البسيط. راح نبدأ بالتحدث عن الفرق بين المضارع البسيط والمضارع التام، والجزء الثاني نتكلم فيه عن الفرق بين الماضي البسيط والمضارع التام. نلاحظ Present Simple المضارع البسيط، Present Perfect المضارع التام. من ناحية الشكل طبعا يجب بالإنجليزي راح يكون عندنا فاعل Subject Complement تكملة الجملة، أيضا Subject Complement تكملة الجملة. الاختلاف كما قلنا سابقا بين الأزمنة هو شكل الفعل. الفعل بالمضارع البسيط راح يكون verb 1 بالشكل الاول، يعني كيف يكون؟ عندنا go هاي verb 1 يعني present، عندنا went verb 2، gone verb 3 يعني التصريف الثالث للفعل، يعني الشكل الاول الشكل الثاني والشكل الثالث. بال present simple نستخدم الشكل الاول للفعل، I go to school every day، اذا عادة متكررة استخدم بها المضارع البسيط I go to school every day يعني أذهب المدرسة كل يوم. التركيز على الحدث الذي يقوم به في الوقت الحالي وليس له علاقة في الماضي. بينما المضارع التام بيكون الفعل مكون من جزئين have أو has والفعل بالتصريف الثالث. كما نعلم he she it نستخدم معها has، باقي الضمائر I we you they نستخدم معها have، وأيضا has مع المفرد وhave مع الجمع. إذا كان الفاعل مفرد واحد مثلا أحمد شخص واحد نستخدم has، بينما أحمد and Mary أحمد وMary نستخدم have بالجمع. هاي من ناحية الشكل. I have gone to school لقد ذهبت إلى المدرسة، يعني قبل كنت أذهب والآن أذهب، يعني التركيز على الحدث في الماضي أنه بدأ وله آثار أيضا في الوقت الحالي، بينما هنا ركز على الحدث في الوقت الحاضر فقط. إذا التركيز على الوقت الحاضر فقط، بينما المضارع التام يركز على الحدث في الماضي أنه بدأ في الماضي وله آثار في الوقت الحالي. لاحظ هذين المثالين I work here أعمل هنا، I've worked here for years لقد عملت هنا لسنوات. المثال الأول بالpresent simple إذا المضارع البسيط، المثال الثاني بالpresent perfect المضارع التام. أعمل هنا the focus is what I do now التركيز على ماذا أقوم به الآن يعني في الوقت الحالي. There is no link with the past ليس هناك علاقة واتصال بالماضي، إذا لا أفكر بالماضي أفكر بالوقت الحالي. بينما I've worked here for years لقد عملت هنا لسنوات. كما قلنا سابقا have و has أترجمها لقد إلى اللغة العربية، لقد التأكيدية التأكيد على حدوث فعل لأن المضارع التام يركز على الحدث نفسه. ماذا تعني الجملة هذه؟ I began working here بدأت بالعمل هنا a long time ago منذ فترة زمنية طويلة. And I still work here وما زلت أعمل هنا. I'm looking at the past as well as the present يعني أنا أنظر للماضي بالإضافة للحاضر. إذا هنا أتكلم أنه عملت أو بدأت بالعمل هنا منذ وقت طويل وما زلت أعمل، تفكيري في الماضي بدأت الحدث ولا زلت أفكر به وأنظر إليه. إذا أربط يعني هنا في علاقة بين الماضي والحاضر. بين المضارع البسيط فقط التركيز على الوقت الحالي، إذا هذا الوقت الحالي بينما في الوقت الماضي والوقت الحالي. في هذه الفقرة نتكلم عن مقارنة بين past simple الماضي البسيط present perfect المضارع التام. من ناحية الشكل كما قلنا أي جملة بالإنجليزي فاعل تكملة الجملة subject complement verb 2 يعني الفعل التصريف الثاني، أيضا subject complement الفعل بيكون مكون من جزئين
has و have وverb 3 فعل التصريف الثالث كما قلنا verb 1 verb 2 verb 3 عندنا الفعل write يكتب بالمضارع wrote كتب بالماضي يعني الشكل الثاني الفعل written written مكتوب اذا اسم المفعول اذا نستخدمه بالبريزنت بيرفكت بالمضارع التام اذا has او have والverb 3 لاحظ I wrote a story last week كتبت قصة الأسبوع الماضي إذا هنا التركيز ليس على الحدث وإنما على زمن حدوث الفعل إذا الماضي البسيط يركز على الزمن النقطة الزمنية في الماضي وليس التركيز على الحدث نفسه لاحظ wrote verb 2 يعني الشكل الثاني الفعل هذا نسميه past simple الباست simple يكون نقطة أو حدث وقع في نقطة زمنية محدد من الماضي إذا كان هذا الماضي عندنا هذا الماضي خطة زمنية نقطة محددة من الماضي هي last week الأسبوع الماضي نستخدم بها الماضي البسيط وننتبه دائما الماضي البسيط يركز على الوقت بينما I have written a story لقد كتبت قصة ليس هناك اهتمام بين وقت حدوث الفعل بينما التركيز على الأكشن نفسه على الحدث نفسه وليس على الوقت يعني لقد كتبت قصة ممكن قبل سنة قبل سنتين قبل ثلاثة والآن أصبحت القصة مشهورة الحدث وقع في الماضي لكن له آثار ونتيجة في الوقت الحالي ما هي نتيجته أن أصبح أو أصبحت قصة مشهورة إذن هنا التركيز بالمضارع التام على الحدث وليس على الوقت بين الوقت التركيز به يكون بالباسم بالماضي البسيط علما نكون نركز على وقت حدوث الفعل نستخدم ماضي بسيط بينما استخدم المضارع التام إذا كنا نركز على الحدث الحدث وقع في الماضي متى لا يهمنا ولسنا مهتمين بذلك نهتم بنتيجة التي سببها هذا الحدث إذا الحدث وقع في الماضي لكن له نتيجة في الوقت الحالي لاحظ هذين المثالين I broke my leg last year كسرت ساقي في السنة الماضية إذا هذا ماضي بسيط I have broken my leg لقد كسرت ساقي ما هو الفرق بيناتهم الحدثين كسرت ساقي لكن شوف الترجمة والمعنى ماذا نقصد به الحدث الأول بالماضي البسيط in the past يعني وقع في الماضي There is no link between this past event and now. ليس هناك علاقة أو رابط بين هذا الحدث في الماضي والوقت الحالي. يعني أنه كسرت ساقي في الماضي لكن الآن جبرت وأستطيع المشي عليها. ليس له علاقة بالوقت الحالي. فقط أنه التركيز على وقت حدوث الفعل. بينما الجملة الأخرى I have broken my leg. لقد كسرت ساقي. It's still broken ما تزال مكسورة now الآن and I can't walk ولا أستطيع المشي إذا الحدث وقع في الماضي لكن له آثار في الوقت الحالي ما هي آثاره I can't walk لا أستطيع أن أمشي عليها بينما الماضي البسيط حدث كلاهما وقع في الماضي الماضي البسيط وقع في الماضي يعني الكسر وقع في الماضي بالمضارع التام والماضي البسيط لكن الماضي البسيط مثلا رجلي شفيت وليس له علاقة بالوقت الحالي بينما المضارع التام رجلي ما زالت مكسورة بالتالي النتيجة أن لا أستطيع المشي عليها كما قلنا الماضي البسيط نعيد مرارا وتكرارا يركز على وقت حدوث الفعل بينما المضارع التام يركز على الحدث نفسه والأثار التي سببها في الوقت الحالي ممكن تكون أثار إيجابية أو أثار سلبية لاحظ هذين المثالين I was in Saudi Arabia in 1999 يعني كنت في السعودية في سنة 1999 استخدمنا was بالماضي البسيط كما نعلم أفعال الكون verbs to be هذا مصدر أفعال الكون يكون عندنا am is are طبعا الماضي من am و is was are بيكون عندنا were إذن هذا الشكل الأول هذا الشكل الثاني الشكل الثالث been إذن التصرف الثالث من am was are
هو بيكون بين I was in Saudi Arabia. إذا كنت في السعودية في سنة 1999. السنة كما قلنا كيف نلفظها أو نقرأها؟ كل رقمين مع بعض 1999 مثل 1997 1921 or 21. ماذا يعني؟ We know precisely when it was. نعرف بالضبط متى كان هذا الحدث. I have been to Saudi Arabia. لقد سافرت إلى السعودية أو لقد كنت في السعودية. I was there in the past. كنت هناك في الماضي. And it doesn't matter when. وليس مشكلة متى كنت هناك. المهم الحدثين وقعا في الماضي. هنا تركيزي على وقت حدوث الفعل. يعني متى كوني في السعودية أو زيارة السعودية في أي سنة أو في أي وقت. بين هنا أتكلم عن زيارة السعودية وما هي الآثار في الوقت الحالي. أتكلم عن ربط الحدث في الماضي مع الحاضر. إذا في ربط بين الماضي والحاضر يعني له آثار في الوقت الحالي. بينما بالماضي البسيط حدث وقع وانتهى في الماضي وليس مهم ولا نربطه بالوقت الحالي، لكن نركز على وقت حدوث الفعل. الماضي البسيط يركز على تايم وقت حدوث الفعل، بينما البريزنت بيرفكت يركز على الحدث نفسه. لاحظ هذين الجملتين. I went on safari 2 years ago. يعني ذهبت في رحلة سفاري أو رحلة صيد. يعني ذهبت في رحلة سفاري منذ، لاحظ، منذ سنتين مضت. هذه الجملة صحيحة، استخدم بها ماضي بسيط. لماذا؟ ركزنا على زمن حدوث الفعل. بين الجملة الثانية I've been on a safari 2 years ago. لقد كنت في رحلة سفاري، يعني ذهبت برحلة سفاري منذ سنتين مضت. هذا جملة خاطئة. لماذا؟ لأنه حددنا الوقت. إذا كان في تحديد للوقت، تركيز على الوقت، بيكون نستخدم ماضي بسيط. أنا الجملة هذه الثانية جملة خاطئة، لأن نستخدم المضارع التام إذا ذكرنا الوقت. إذا المحدد هنا وأجو تأتي بالماضي البسيط. إذا أجو في الماضي البسيط نترجمها مرتين منذ مضى. إذا هنا نقول 2 years ago، منذ سنتين مضت. لاحظ نبدأ منذ أجو، منذ 2 years، سنتين مضت. إذا هنا عندنا التركيز على التايم وقت حدوث الفعل. إذا نستخدم الماضي البسيط. بينما إذا حذفت 2 years ago تصبح الجملة صحيحة. I've been on a safari. يعني لقد ذهبت في رحلة سفاري. إذا ذهبت برحلة سفاري، هذا جملة مضارع تام. حدث وقع في الماضي لكن له نتائج في الوقت الحالي. إذا بهذا الشكل تحدثنا عن المضارع البسيط والمضارع التام، وقلنا المضارع التام يركز على الحدث وقع في الماضي وله علاقة بالوقت الحاضر ونتائج في الوقت الحاضر، بين المضارع البسيط يتكلم عن أحداث ونشاطات يومية والتركيز على الوقت الحاضر فقط. أيضا تكلمنا عن مقارنة بين المضارع التام والماضي البسيط، وقلنا الماضي البسيط يركز على وقت حدوث الفعل، بينما المضارع التام يركز على الحدث نفسه. أتمنى أن قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.